الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أو في الآيات السابقة ما عده الله تبارك وتعالى لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء من المؤمنين به سبحانه وتعالى وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، فذكر سبحانه أنه أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى في كتابه بين الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان لا بد فيه من العمل، ولا يكون إيمان بغير عمل، لذلك الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، والعمل لا بد أن يكون صالحا، والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه أمران اثنان، أحدهما الإخلاص لله تبارك وتعالى، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا أخلص فيه صاحبه لله تبارك وتعالى. أما عمل غير المخلص
فليس بصالح ولا يقبله الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا بد في العمل الصالح من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يسمى العمل صالحا إلا إذا مهره صاحبه باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب العمل، فإن عمله مردود ولا يقبله الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن عمل عملا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعمله مردود عليه، كما وصف الله عز وجل النار بأن وقودها الناس والحجارة، وصف الجنة بأنها تجري من تحتها الأنهار، أي تجري الأنهار من تحت شجرها وغرفها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنهار الجنة تجري من غير أخدود. وهذه الأنهار من اللؤلؤ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديث أنس في الصحيح عن الكوثر: حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. وطيب هذه الأنهار المسك، وحصباؤها الجوهر. نسأل الله عز وجل من فضله وكرمه، إنه هو البر الرحيم. كلما رزق أهل الجنة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. فأرزاقهم التي تجري عليهم مثل أرزاقهم التي كانت في هذه الحياة الدنيا، ولكن ما في الجنة أطيب وأكمل، ولا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وقيل أن قولهم هذا الذي رزقنا من قبل أن ثمر الجنة متشابه، أن ثمر الجنة يشبه بعضه بعضا. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وأتوا به متشابها، إما أنه يشبه ثمر الدنيا أو أنه يشبه بعضه بعضا. ولهم فيها أزواج مطهرة، لأهل الجنة كذلك أزواج من الحور العين مطهرة من القذر والأذى،
ومطهرة من الحيض والغائط والبول والبساق والمني والولد وغير ذلك. وهم فيها خالدون. والنعيم الأعظم في نعيم الجنة أن نعيمها لا يحول ولا يزول، وأنه باق أبدا، فلا ينقطع نعيم الجنة بمدة معينة، بل أهل الجنة خالدون في الجنة أبد الآباد، وهذا من تمام السعادة، فإن من السعادة أن يعيش المرء في نعيم، في مقام يأمن فيه الموت ولا يخشى انقطاع هذا النعيم. فنعيم الجنة لا آخر له ولا انقضاء له، وأهلها في نعيم أبدي على الدوام، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى في كتابه. قيل أن سبب هذا المثل هو المثلين اللذين ضربهما الله تبارك وتعالى في صدر السورة، في قوله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وفي قول الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء. لما ضرب الله هذين المثلين قال المنافقون: الله أجل من أن يضرب مثلا كهذا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقيل أنه سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل للدنيا، فالبعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤلاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا أخذهم الله تبارك وتعالى، أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. قوله إن الله لا يستحي، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستنكف ولا يخشى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني أي مثل كان، بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا. وفي الآية إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى، على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، لأنه نفى أن الله عز وجل لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فنفي الحياء عن ضرب الأمثال يدل على إثبات ضده. وقوله فما فوقها
أي فما دونها في الصغر والحقارة، أو قيل فما فوقها، فما هو أكبر منها لا يستحي الله تبارك وتعالى أن يضرب به مثلا. وهذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى بالبعوض في هذا الموضع ضرب أمثلة بغير البعوض في كتابه، فضرب مثلا بذكر الذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وضرب الله عز وجل مثلا بالكلمة الطيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وضرب الله عز وجل أيضا مثلا بالعبد الذي يعبد غيره، وضرب الله مثلا الرجلين: أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو أكل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ وضرب الأمثال كثير في كلام الله تبارك وتعالى، وهذه الأمثال تضرب لتعقل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم ذكر انقسام الناس في المثل الذي ضربه هو سبحانه وتعالى فقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فالمؤمنون يؤمنون بكل ما ضربه الله تبارك وتعالى من الأمثال في كتابه، ويعلمون أن قوله حق وكلامه حق، فيؤمنون بما دل عليه كلامه سبحانه وتعالى. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أما الكفار فيسألون أنفسهم ويتجادلون فيما بينهم بهذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى، لذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فالكفار والمنافقون يتساءلون عن الأمثال التي تضرب في القرآن لا للتدبر، وإنما للاعتراض عليها ولردها وعدم الأخذ بما دلت عليها. أما المؤمن فيقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقوله يضل به كثيرا، يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا، يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا ويقينا من المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لهم. فهذا هو إضلال الله عز وجل لهم. ويهدي به كثيرا، يعني بالمثل يهدي به كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم
هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه من كلام الله تبارك وتعالى، وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسقون هم الكافرون أو المنافقون. فما يضل بالأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى إلا أهل النفاق وأهل الكفر. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى هؤلاء الفاسقون بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. العهود والمواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على عباده لا يؤمن بها هؤلاء، لذلك الفاسق هنا يشمل الكافر ويشمل المنافق ويشمل الفاسق، فجميعهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وهذه هي صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين. واختلف أهل العلم في العهد الذي وصف الله عز وجل به هؤلاء الفاسقين بنقضه، وأصح ما قيل في هذا العهد أنه وصية الله عز وجل بعبادته وحده دون ما سواه، وأمره بطاعته، وأمره سبحانه وتعالى بأن يطاع فلا يعصى، ونهيه عن معصيته. فهذا هو الميثاق والعهد الذي نقضه هؤلاء، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من القرابات وصلة الرحم وما شابه ذلك. وهؤلاء خاسرون بنقضهم العهد وبقطعهم ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. احتج الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكفار المنكرين وجوده سبحانه وتعالى وقدرته أنه هو الخالق المتصرف في الكون. كيف تكفرون بالله أي تجحدون وجوده وتعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، ثم يميتكم ثم يحييكم
ثم يميتكم فتنتقل من هذه الحياة الدنيا ثم يحييكم بعد ذلك ويبعثكم يوم القيامة وإليه ترجعون. فالعبد يولد من العدم ثم يموت ثم يحييه الله تبارك وتعالى ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فكل حي سيموت، ولكنه بعد هذا الموت سيقف بين يدي ربه تبارك وتعالى ويحاسبه الله عز وجل على كل ما اقترفه في هذه الحياة الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر الله تبارك وتعالى خلقهم هم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر على قدرته وكمالها وتمامها، وهو خلقه للسماوات والأرض. فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. والاستواء بمعنى على وارتفع. فسواهن سبع سماوات، فخلق السماوات سبعا، وهو بكل شيء عليم، وعلمه تعالى محيط بجميع ما خلق. ألا يعلم من خلق؟ فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله ثم استوى إلى السماء، يذكر بعض المفسرين أن استوى هنا بمعنى قصد إلى السماء. والاستواء في كلام العربي لا يكون بمعنى القصد أبدا، وإنما هو بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. فلا تخرج معاني الاستواء من هذه المعاني الأربع. لذلك أورد البخاري رحمه الله تعالى هذه الآية في كتاب التفسير، وذكر عن قتادة قوله على وارتفع، فقوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء بمعنى على وارتفع. والاستواء إذا عدي بإلى كما في هذا الموضع، أو عدي بعلى كقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فمعناه واحد، لا يتغير معنى الاستواء عن العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.